أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل، نتعرف من خلالها بالأرقام والتحليل على أداء البورصة المصرية والتي تباين أداء مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي جي إكس 30 بنسبة 0.1% لينهي التعاملات عند مستوى 17509 نقاط و65% من النقطة. تدلت ارتفاعات أيضا إلى مؤشر جي إكس 20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 39% لينهي التعاملات عند مستوى 18000 نقطة و53 نقطة و87% من النقطة، بينما تراجع مؤشر إي جي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 75% ليصل إلى مستوى 868 نقطة و23% من النقطة. هبط مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 23% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة و72% من النقطة. نتحول إلى قائمة قطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع العقارات والأنشطة تصدر القائمة بنسبة 28.28%، تلو قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 20.88%، جاء قطاع الاتصالات ثالثا بنسبة 12.4%، بينما جاء رابعا قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بنسبة 5.72%. بالنسبة لفئات المتعاملين من داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة 65.81% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 15.66% من التعاملات في السوق. كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 18.53% من تعاملات السوق. اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع واستحوذوا على 59.66%، في حين ملت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على نسبة 40.33% من إجمالية التعاملات داخل السوق. عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فقد صدرها سهم البويات والصناعات الكيماوية بنسبة 11.29%، ثم سهم شمال أفريقيا للاستثمار العقاري بنسبة 9.47%، ثم سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 8.87%، حل رابعا سهم النصر تصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 6.31%. أما الأسهم الأكثر انخفاضا تصدرها سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 9.35%، ثم سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 8.56%، تلاه سهم مصر الوطنية للصلب عطاقة بنسبة 7.74%، حل رابعا سهم شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة بنسبة 7.69%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبورصة نحو 3.3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 975 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 2.6 مليار جنيه. ومشاهدينا للمزيد من التفصيل والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ محمد جبلة المحلل الفني وخبير أسواق المال. يعني أستاذ محمد، بعد التحية اليوم المؤشرات الرئيسي والسنوي على تراجع، ويبدو أن هذا التراجع ربما قد بدأ من الأمس وحالة التباين تتضح من الأمس، تقييمك لأداء المؤشرات اليوم؟ مساء الخير أولا. والحقيقة يعني هو من امبارح الحقيقة والبورصة كانت بتترقب الحدث الجوهري الخاص بجلوبال سيليكون، تحديدا صاحب الثاني اعلى وزن نسبي في المؤشر، والسحب المفاجئ لشركه ابيون مقدمه العرض للاستحواذ على كامل اسهم جلوبال سيليكون بسعر 7.90 جنيه، ده ادى الى سحب العرض، ده ادى الى ان سهم جلوبال سيليكون هوى بالامس حوالي 15% فالقى ظلاله على البورصه او على المؤشر الرئيسي. النهاردة الحقيقة كان صاحب الأداء الأعلى كان سهم طلعت مصطفى منذ الأمس، فعاد بالبورصة الصبح لغاية ما حققنا قمة جديدة عند مستويات 17790 تقريبا أو 797 تحديدا، وابتدت عمليات جني أرباح بقيادة المؤسسات المصرية مرة أخرى اللي تهوى بالبورصة أو تقلص من أرباحها في بدايات الجلسة. وكان برضو صاحب النصيب الأكبر اللي ابتدى عمليات الهبوط هو نفس السهم، هو جلوبال سيليكون
ده اللي أدى الحقيقة لعملية التباين، إنما في حقيقة الأمر لا، هي المؤشرات كلها كانت على هبوط اليوم لولا صعود طلعت مصطفى صاحب وزن نسبي عالي أيضا في المؤشر، وإلا كانت الأمور ستكون في المؤشرات المصرية أكثر دموية. الحقيقة إحنا طالما أعلى مستويات 17300 كل ما يحدث عمليات تبديل ما بين الأوراق وبعضها وتبديل في ما بين الأسهم القيادية وبعضها، زي ما ذكرت إحنا كان عندنا بيع في جلوبال إمبارح هبط ب 15%، تحيل إن سهم طلعت مصطفى صعد بنسبة 10%، فمعنى كده إن أنا ما عنديش حالة تصحيح في أو إنعكاس في الاتجاه العام في المؤشر إلى الآن، طالما بقينا أعلى مستويات 17300 وده الدعم الثانوي. الدعم الرئيسي يأتي في مستويات 16850 تقريبا، ده الدعم الرئيسي في السوق، ودي نقطة قفل خسائر وإنعكاس في السوق. طالما بقينا أعلى الرقمين دول مفيش مشاكل. أستاذ محمد، إحنا ما عندناش حالة تصحيح كما أوضحت لحضرتك، هي مسألة جني أرباح، لكن شاهدنا على مدار الفترة السابقة أن هناك عملية تبديل أدوار، وأنه لم يكن هناك تركيز على سهم بعينه، في حين أن جلوبال بالأمس قد أدى بالمؤشرات إلى التداعي. هل عملية جني الأرباح في مقابل الأخبار الإيجابية التي تشهدها الحالة الاقتصادية المصرية تدفع بالمؤشرات إلى التراجع أم المفترض أن تصعد؟ هو الحقيقة يعني إحنا ربما كنت أحد المتفائلين بالسوق وبالاقتصاد المصري ومنذ فترات طويلة من خلال برنامجكم، كنا حددنا مستهدف قصير الأجل بالنسبة للسوق المصرية عند مستويات 18200، بس أعتقد إن هو ما زالت هناك الفرصة لتحقيق مثل هذا المستوى. ده طبعا بالنسبة للأخبار والمحفزات الإيجابية في الاقتصاد المصري، هي تدفع بالسوق ولكن على المدى المتوسط والمدى الطويل، حتى وإن شهدنا تصحيح أو جني أرباح موسع في بعض الأحيان، ولكن يبقى لنا مستهدف طويل الأجل عند مستويات 24,000 ثم 36,000 في خلال السنوات القادمة إن شاء الله. نعم. طب أستاذ محمد، نحن تجاوزنا حجم السيولة والاثنين مليار، يعني أصبحت هناك سيولة تضخ في الأسواق خاصة بعد مسألة تراجع معدلات الفائدة، كيف ترى المرحلة المقبلة وتأثير عملية تراجع الفائدة أسعار الفائدة، خاصة وأن هناك توقع بالمزيد من تراجع في أسعار الفائدة؟ قطع عكسية ما بين الاستثمار في البورصة وما بين أسعار الفايدة، ده راجع إلى حاجتين. أولا إن هو بيخفف العبء على مدير الاستثمار في شركات أو في مجال الأوراق المالية، وبيخفف العبء على المستثمر نفسه بيخليه يدخل ثباته. كلما انخفضت الفائدة أصبح المعادلة لصالح البورصة إلى حد كبير، لأنها هي تحقق ما يعادل فايدة البنك وأكثر، ولكن بجزء من المخاطرة ده اللي بيكون محسوب ومدروس. من الناحية الثانية، أغلب الشركات المقيدة في البورصة وأغلب الشركات العاملة في مصر أو في أنحاء العالم مقترضة من البنوك للتوسع في مشاريعها، وطبعا تخفيض الفايدة بيخفف من العبء التمويلي عليها، مما ينعكس إيجابا على نتائج أعمال تلك الشركات. فبالتالي اي تخفيض قادم في وانا ما زلت متوقع ان هو يكون التخفيض في خلال سنه 2018 هيكون في حدود من 3 إلى 4%، احنا فعلا خفضنا 2% ففضل لنا طبقا متوقعات خلال 2018 هيبقى في تخفيض ب 2% اخر. كل ده هينعكس على اداء البورصه ايجابا، وبالتالي اجتذاب شريحه جديده من المستثمرين او حتى شريحه كانت موجوده ولما الفايده ارتفعت وراحت للبنوك تعود مره اخرى ان شاء الله، واتوقع زياده اخرى كمان في احجام التداول خاصه بعد بدء تطبيق برنامج الطروحات الحكومية. نعم نشكر الاستاذ محمد جاب الله المحلل الفني وخبير اسواق المال
شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كنت معنا عبر الهاتف. وانضم إلينا الأستاذ محمد سعيد المحلل الفني وخبير أسواق المال أيضا. يعني أستاذ محمد بعد التحية، بالفعل أصبحنا منذ فترة على حالة شراء انتقائية لبعض الأسهم. اليوم نحن نشهد عملية تدوير للمحافظ، وأن السيولة أو أغلب السيولة في السوق اجتذبتها الأسهم الصغيرة. كيف ترى الفترة القادمة توجهات السيولة والقطاعات التي ربما تنصب عليها السيولة أكثر من دون غيرها؟ مساء الخير. في الحقيقة طبعا من وقت للتاني بيحصل عملية الشراء الانتقائي ديت، والبورصة بتتحول في مراحل ما بين صعود جماعي في كل الأسهم، ثم الشراء الانتقائي ده اللي يعتبر نوع من أنواع التصحيح للاتجاه الصعودي، ولكن التصحيح المحدود جدا. التصحيح ممكن يبقى تحول من صعود جماعي إلى صعود انتقائي، أو أنه يبقى حركة عرضية أو يبقى حركة هبوطية. الانتقائية دي درجة من درجات التصحيح السوق. زي احنا شفنا النهاردة السوق كان فيه صعود في المؤشر الرئيسي في مقابل هبوط في المؤشر السبعيني، فبالتالي احنا ما زلنا في هذه المرحلة الانتقائية. وأتوقع يعني ان السوق لما بيمر برالي كبير زي الرالي اللي احنا مرينا بيه قبل كده، بيبقى محتاج ليتحول للأسهم الصغيرة، لأن هي بتكون الأقدر على الصعود في ظل السيولة المنخفضة. والسوق يعني يكفي أنه تمكن من تجاوز أنه كان منعكس عليه من الأساس نتيجة الانتخابات الرئاسية، كان منعكس عليه من الأساس التوقع اللي تحقق بخفض الفائده. فيعني لما بيكون في توقع موجود والسوق مستوعبه وبيحصل هذا التوقع، بنشهد في السوق حاله من جني الارباح. ده السوق قدر يتجاوزه في حاله نتيجه الانتخابات الرئاسيه، وفي حاله خفض الفائده ما زال في العديد من المحفزات، منها مثلا نتائج اعمال الشركات ما زالت جيده جدا وبتشهد تحسن كبير عن نتائج. طيب هو وقت البرنامج، بس سؤال اخير أستاذ محمد. الأحد والاثنين عطلة في البنك المركزي والبنوك والبورصة أيضا، توقعاتك ليوم غد إن شاء الله في البورصة؟ يعني أتوقع أن السوق يواصل اتجاهاته السعودية فقط، بس يعني بسبب هذه الأجازة الطويلة ممكن السوق ينهي على حركة من الهدوء. يعني العرضية قد تكون هي الحالة المسيطرة تحسبا بس للأجازة، لكن العودة من الأجازة إن شاء الله تكون أداء إيجابي واستكمال اتجاه السوق السعودي. نشكر أستاذ محمد سعيد المحلل الفني وخبير أسواق المال، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. ومشاهدينا الكرام، نتحول إلى مؤتمر صحفي للسفير